في الفيديو السابق هذا ما حصل. هيني ذبحته، انت راح تشوف احبائك بندفنوه. انا بدي ادفن سوسي. شو هذا الكلام اللي بتحكي انت؟ يلا على القبر. اما راح تشوف الوين. اطلعوا شو انا لقيته. افتحولي. ادخل. شو هذا؟ خذ ذكايا. قدامي. انا لازم اهرب. وينه؟ انا راح انتقم منه دودو لانه هرب من هذا الموقع الاخطر بالعالم، المبنى الخاص في انا، المبنى اللي انا بسوي فيه كل جرائمي الشنيعة وجرائم القتل. انظروا المبنى تبعي يتوسع لكي اقتل اكبر قدر من البشر. دودو هرب مني، راح ارجع انا، لكن حاليا انا مشغول في احمد، راح احاسبه. يلا. اي قدمي مش حاسس فيها، قطعوا لي، وانا الان متجه لعند مركز الشرطة. يا شرطة ساعدوني، يا شرطة طلعوا، حطينوني خطير، وكمان حطين مغلق. افتحوا لي الباب. شوفي الطبيب الشرير قطع رجلي. احنا ما إلنا اي علاقة بالطبيب، احنا ما بنقدر له. نعم احنا ما بنقدر له ابدا. وخلاص روح، احنا ما رح نقدر نساعدك. نعم. هاي انتو الشرطة، ساعدوني بترجاكو. انقلع. حطوا الشرطة، مش قادرين. لا هذا اللي اسمه الطبيب الشرير. وين اروح انا مش عارف ابدا. لازم احرك. انا عرفت وين دا اروح انا عند جوس، اكيد رح يساعدني ورح ينقذني. يلا. واو يا سلام، هذا هو النادي الخاص فيه، اسمه نادي المدينة، نادي اسطوري. انا عدلت عليه الان، وضعت هاي الصور، صور العضلات، وهي زوجتي الاسطورية صبارة. نعم 100%. انا يا جوس حاليا بتدرب 100%. يلا بدي احمل الاثقال. عم اي شو هذا؟ شو اللي صاير معاك يا دودو؟ ساعدني عم جوس، انا هربت من الشرير اللي اسمه الطبيب. شو اللي بتحكي؟ زعرور، كركور، سوسي واحمد موجودين هناك، بترجاك تساعدهم. زوجتي صبارة. ماذا تريد؟ بسرعة اعتني في دودو، وحاولي انك تستعيدي قدمه اللي انقطعت بسبب الطبيب الشرير. طيب انا رح اعتني فيه، ورح احاول اني انا اعالجه. طيب 100%. عالجيني، بدي قدمي ترجع، بدي تعود. شايفين كل دمعة بنزلها دودو حاليا، انا رح احاسب الطبيب الشرير عليها حاليا. انا بدي اروح عليهم. وين الموقع تبعهم صحيح؟ ما سألته. خليني اشوف. هاي الموقع بجوار مصنع المدينة، وهو موقع كبير بيقتل فيه الجميع الكبير والصغير وزعيم
عرورو وكركورو احمد صوص والجميع محتجزين غادة. اوه خلاص عرفت الموقع تماما تماما، انا الان متجه لعند مصنع المدينة بجواره الموقع تبع القتل. انا راح احاسب الطبيب وراح ادمر حياته تدمير. يلا هي شو بدك تسوي فيي؟ شو انت راح تعرف؟ شايف ايش في وراي انا حاليا؟ في وراك قبر دودو وقبر سوسي وقبر زعرور. نعم انا راح احطك بداخل مثل هذا المكان بداخل القبر، لكن قبل هيك بدي انا اقطعك. ايش شو بتحكي انت؟ انت خليت دودو يهرب. لا 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 مش انا مش انا. لا انت، السكينة الان دخلها وبدي اقطعك وانت بداخل السجن. لا 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 ما بدي اتقطع. بدي ابتعد عن انا عن هذا السيف الطويل. يا الله. لا ما بدي اموت. يلا هين انا اجيت سوف اقتل جميع الاشرار. هذا هو موقع الشرير الطبيب الشرير. طلعوا، حاول الشرطة انهم يوقفوه لكن دمرهم تدمير. الان انا راح ادمر الكوياهم البوابة من هون. شوفوا ما اكبر الموقع تبعه، والموقع كبير جدا جدا. انا راح اوقف مسيرته الحياتية، وهذه البوابة عبارة عن بوابة حديدية راح انا اكسرها وادمرها براسي. يلا 1 2 3 وبام. يلا يلا هو. أوه. تعالوا الى هنا اخبياء، انا هو جوس. يلا شو اللي صاير هون فهموني شو اللي صاير هون. اطلعوا الدماء بكل مكان. تركني. صوت احمد، هذا صوت احمد. خليني ادخل انا هون. كمان هون في تحديات، شكله كان احمد هون وطلعوا. كركور سوسي، ومين هذا؟ سوسي يا حبيبي. هيجاسة بسرعة، انت على قيد الحياة دافنيك. جاسة، هيا جاسة، يلا بدي احمل كركور. تعال كركور. نعم طلع زعرور. سمعت زعرور؟ شو اللي صاير فيكو؟ خلينا سوي زيك. شكرا يا جاسة. بسرعة زعرور سوسي كركور اطلعوا. طيب انت يا جاسة، انت تعال معنا. لسه وراي انا مهام لازم نسويها. طيب ماشي، شكرا. يلا روحي من هون، انا الان بدي ادور على احمد. وجدت انا كركور سوسي وزعرور. انا مستغرب، بيسألهم اسئلة الذكاء وبعديها بيقتلهم اذا جاوب خطأ وبقطع ايديهم. يلا خلينا نشوف. هاي جوس انتبه. احمد راح طلعك. اي حركة انا راح اطلق عليك صاروخ الطبيب، اقوى صواريخ العالم. سوف انت تموت اليوم قبل غد. نعم. لا 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 لا، الان انا بدي افتح السجن لاحمد، وانتو التنين راح تسوى
عدي. لا 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 جوس شو سويته؟ انا هربت هربت سوس وزعرور وكركور. ممتاز ممتاز. هيا يلا انتو التنين راح تشوفوا الويل يا حلوين، راح تشوفوا الويل. ايش زي ما انت شايفين. ويلا على السؤال الاول. اوه هذه اسئلة رياضية يا حبيبي. لسه ما شفت ايش انت يا جوس. يا وافتح الصندوق وخذوا اعلى ارقام. يلا الجواب الاول 7 ضرب 1 و1 ضرب 7 يساوي 7. اوه محترف. يلا اللي بعده 100 ضرب 7 يساوي 700. هاي السبعة وانا بحل هذه. هاي المشكلة انا بحلها. هاي بضع هون صفر هون صفر. ذكيين كلكم انتوا. نعم 2 زائد 2 سهلة يساوي 4. يلا 2 ضرب 10 يساوي 20. ها هاي 2 وهاي 0. اوه يلا على الأسئلة الثانية. هاي زي هيك. ويلا على السؤال الأول. هذه الصورة أنا مقربة، لازم تعرفوا إيش هو هذا المخلوق. أنا مش عارف، أنا تعبت كثير كثير يا جوس. حاول أنت تجاوب. أنا رح أجاوب. مبين مثل طمطم، فأنا بحكي هذا قطة. شوف افتح الباب خلينا أشوف. أوه نعم قطة. مشكلة ذكيين. يلا شو مكتوبون؟ ما هو الشيء الذي قد يملأ غرفتك ولا يشغل مساحة بها؟ أوه أنا مش عارف. يلا أنا بحكي الضوء. أوه يلا 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 خلينا نشوف. أوه صحيح ممتاز ممتاز رائع، لأن الضوء بيكون بالأعلى ما بيكون مبين وما في له مساحة. رائع. يلا السؤال بعده. أي أحد الحيوانات التالية لا يستطيع القفز؟ الزرافة، الظبي، وحيد القرن، أم الفيل؟ أنا بحكي وحيد القرن. لا أنا لأني قبل كم من يوم أكلت فيل. الفيل لا يقفز. أوه صحيح. أوه صح ممتاز. ويلا على هذا السؤال، مكتوب فيه أين ولد النبي إبراهيم عليه السلام؟ أوه شو هاي الأسئلة الصعبة. جاوبوه إذا أخطأتوا بوم على راسكم. أنا بعرف مش في الهند ولا السعودية ولا الجزائر، في العراق. لا صح صح كيف. يلا اللي بعده. كم عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة قبل الإسلام؟ أنا بعرف أنا بعرف 360. يلا افتحوا شوفوا. خلينا نشوف. اوه صحيح. شو هذا؟ يلا اكس او بدنا نلعب انا وانتو ضد بعض. الان اول شيء انا ضد احمد، هيا بنا. اوه طيب يلا يلا يا احمد انت تستطيع. شو هذا المكان الخطير؟ اخطر مكان في العالم هذا المكان. يلا هيني انا بدي ابدأ. هاي اوه يلا خلينا اشوف هون. بدي احط هنا هون اكس. يلا وانا بدي اضع هون. اوه بدي افوز انا، بدي احط هوني وبعدين بحط 3 وبفوز. انت غبي. هاي نفوز. لا بدي افجر. يا حبيبي انتبه. يلا دوري انا ضدك. يلا انا بدي اخذ الاكس. انا بدي اخذ الاو. انا بدي ابدأ. لا انا بدي ابدأ، انا بدي افوز. ها انا بالوسط دايما بتفوز. طيب هيني انا بدي اضع هون. انا بدي اضع هون. انا بدي اضع هون. انا بدي اضع هون. انا حاصرتك وراح افوز على جميع الجبهات. هاي نفوز. لا 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 والله لا ندمك. شوف الان انا بدي العبكم تحدي لعبة الهاتف للذكاء.
ذكاء. يلا روح على اللعبة اللي على اليسار يا جوس. طيب ماشي، انتبه هذه اخطر اشي تقدر انت تشوفه بحياتك. ما عليك، راح احاول اني اسويها. يلا ابدا. يلا. شو هاي اللعبة؟ فهموني. لازم انت تقتل الزومبي اللي قادمين اليك. طيب ها زي هيك صار عندي جنديين، هاي صار عندي انا 4. هي لازم تفوز والا ودع عضلاتك. شو بدك تسوي بعضلاتي؟ شو بدك تسوي؟ هيني انا فزت اول مرحلة. ممتاز، على المرحلة اللي بعدها. يلا. هاي المرحلة اللي بعدها شو لازم اسوي انا؟ انا مش عارف. هيني بقتل بالزومبيز، هاي صار معي انا جنديين، بدي سلاح قوي. ركز بترجاك يا جوس يا غالي، ركز. هيني بركز، هيني انا ما بدي انا اضيع اي زومبي، راح اقتل جميع الزومبي اللي موجودين هون. كلكم اذكياء، كلكم ما بتخطئوا ابدا. نعم جوس انتبه بترجاك. طيب ماشي، هيني انا تقدمت. صارت المهام اصعب بكثير. نعم لسه انت ما شفت شي. يلا لازم ان انا اوقف في هذا المكان. يلا لازم ان نركز، اعطيني الصواريخ. ركز بلاش، انت عضلاتك تودعهم. يلا زيك. لا 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 لا. يلا يا سلام. انتبه، لا ابصر شو راح تفقده من جسدك يا جوس. شو بتحكي انت يا احمد؟ اخذت انا هذه الفتاة. رائع، هيني انا بطور من نفسي حاليا. فتحت هذه المنطقة، هاي المنطقة الاولى والاخيرة عندك. لعبة جدا خطيرة هاي المرحلة رقم 4، لازم اني اقتل الزومبي ولازم اني اركز. اعطيني هذا الجندي واقتل اقتل اقتل. هون في كلاب زومبي، خليني اروح على يسار عشان اقوي نفسي ما اضعف نفسي. يلا اعطيني من هاي الصواريخ. يا سلام جندي. لا 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 لا، انا اخذت الجندي، صارت صعبة. اقترب موتك يا غبي. لا ما اقترب. يلا موتوا. هيني انا قتلتهم. كيف بتسويها؟ كيف؟ انا قوي جدا. اعطيني كل هذه الشغلات وخليني اروح على المنطقة اللي بعديها. يا حبيبي بدأت المراحل تصير اصعب بكثير. لا 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 لا، لازم ان نركز. انظروا ايش بنتظركم. لازم ان نركز. ركز بترجاك، المشكلة انا بعديك. يلا احرقوا دمروا. سويتها، مش عاجبني. تعال. اي اطلع. ايش بدك. هوني ما في اكسجين ولا قابلك انك تضلك تلعب. ما في اكسجين، راح اقتل كل انت العضلات تبعتك. شو بدي يصير؟ انزل. بدي العب. شو هذا؟ خليني العب. بلعب لوحدي، هذا الجهاز لحاله قاعد بيتحرك.
جوك. شو بده يصير فيي؟ شكله رح اتعب انا كثير كثير. لا 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 رح تشوف شو رح يصير فيه. شو رح يصير فيه جوس؟ رح يتقطعوا شرايينه، رح يتدمر تدمير. يلا دورك انت. يا حبيبي يا حبيبي علي قاعد بصير. يلا اي سامع هاي. يلا العب بدون اي كلام. طيب ماشي يلا يلا. شو هاي اللعبة؟ انا ما بحب هاي الالعاب. يلا اخ شو هذا؟ ايش انت متخيل انك انت بصر؟ راح انا ايش اسوي فيك؟ راح اقطع راسك الان ولا ايش؟ اي انت طلعت دماغي. لا تقطع راسي، اين انا فزت باول تحدي. انا فهمت اللعبة، خلينا انا اشتري سيف. يلا وبدي اشتري كمان هذا الكوينز. هيا بنا اللعبة كالاتي. بجمع انا جيش زي ما انت شايفين، لازم اني انا اهجم على الاشرار اللي موجودين في هذا القلعة. يلا انتوا ما بتخسروا من اي شيء، ادخلوا وطلعوا ملك هاي القلعة. يا سلام بدأت افهم هاي اللعبة. بدأ. يلا الراوند اللي بعده، اعطيني هذول الجنود وهذول كمان وهذا مع عصا. اوه طلع هذا العملاق، اهجموا عليه. انا فهمت لهذه اللعبة. انا خايف على جوس، خايف عليه كثير كثير كثير. شو قاعد بصير معاه انا مش عارف. يلا العب وانت ساكت، فرجيني ذكائك وانت ساكت. طيب لازم اني ابني هون قلعة ولازم اني اطورها، لكن ما معاي وقت الان. طلعوا ايش في هون؟ في بهذا المكان لازم اني اطلق واضرب هذول الجنود اللي قادمين. انا حامي القلعة الان. ها مثليك. على اللي بعده، على اللي بعده. والله خايف انا، شو راح يصير بعائلتي؟ انا مستقبلي حاليا مجهول. هاي نفست. هاي نعم مجهول. هذا مجنون، هذا الطبيب مجنون كثير. يلا هاينا ختم كلهم، هجوم على الحاميين. هاينا انا قضيت عليهم زي ما انت شايفين. ممتاز، طير ملك تبع هاي القلعة، رائع. على الراوند اللي بعده. يلا انا الان اطور نفسي، بدي اشتري هاي من 300، وبدي اشتري الدرع، وكمان بدي اشتري كمان سيف اقوى واقوى. خلاص يلا ليتس جو، اعطيني هذول الجنود. شوي على اليمين. ممتاز. يلا عيني فتحت هاي البوابة. هجوم. يلا انت، انا بستنى فقط منك خطأ واحد فقط. انا ما رح اخطأ، انا عرفت كل الاخطاء تبعتي ومستحيل ارجع اعيدها. اعطيني هذا الدرع الاقوى والاقوى، ويلا ليتس جو ليفل 6. بستناك شيء كثير كثير خطير. يلا يا حبيبي. والله بستناني شيء خطير. لا بده يفجر كل جنودي. لا واو فعلتها. ولا خطأ بتخطأوا انتو، مش طبيعيين. تعالون والله كسر راسك. شو بدك تسوي؟ اي تنزلني. شكله جس صار جاهز، انطبخت الطبخة. نزلني. جس ابلع، انتو الان راح تموتوا. هينا احنا الان، ارجعنا للانتقام.